نسمع اخبار النادي الاهلي وتاكيدات الخاصه بالسويسري رينيه فايرا المدير الفني للنادي الاهلي لكره القدم، ثقته في لاعبي النادي الاهلي نقطه مهمه جدا، يبقى عندك مدير فني واعي ازاي تتعامل من المعامل النفسي مع اللاعبين، انه عنده ثقه مع لاعبيه وقدرتهم على حصد النقاط الثلاثه اليوم والوصول للنقطه العاشره اللي ان شاء الله تكون هي نقطه بر الامان لصعود في دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ومن ثم الاقتراب اكثر من التاهل لربع النهائي. واشار كمان فايلر الى صعوبه المنافسات الافريقيه مقارنه بنظيرتها المحليه، نظرا الى ان مسابقه دوري ابطال افريقيا بتضم مجموعه كبيره من الانديه هي الاقوى على مستوى القاره الافريقيه. الكلام ده ما بيزعلش يا جماعه، دي حقيقه ان اكيد الفرق المشاركه في دوري ابطال هم افضل الفرق في كل دوله، وهم حاصلين على القاب الدوري في كل دوله، بيبقى اكيد دور جدا سعى من مواجهه النجم الساحلي التونسي اليوم. طبعا نتمنى يكون مباراه فنيه، اكيد كل جماهير الاهلي بيحبوا يتفرجوا على كره النادي الاهلي الممتعه، واللي في الاساس يكون عندنا الهدف الرئيسي هو الحصول على ثلاث نقاط ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي قادر بنجوم ان هم يحصلوا على ثلاث نقاط، ودي نقطه مهمه جدا. بالتوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم.